السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. عندما يقف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وقفة المطالبة بالكشف عن مرتكبي الجريمة والتفاصيل الخاصة بحيثيات جريمة الغدر، فاعلم أن المغدورين لهم ثقلهم في البلد وقتلهم لا يمت للقانون بصلة، وهذا ما يتضح خلال المحفل الرسمي اللي عقدته هيئة الحشد الشعبي اليوم. ومن جانب آخر يظهر مدى الدور الكبير بمواجهة الاستكبار والحفاظ على السيادة العراقية، عندما وصفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بالخسارة الكبيرة التي لا تعوض حتى لو تم القصاص والثأر من القتلة. فهيبة الدولة من هيبة قادتها ورجالاتها في ساحات الحرب. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فأقل من 24 ساعة هي المدة الزمنية الفاصلة عن انطلاق بطولة كأس الخليج بنسختها 25 بعد جفاء دام لعقود طويلة. فعلى نحو غير مسبوق ومنذ عهد ما قبل الثمانينات اكتظت شوارع البصرة بالآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية وجماهير مشجعة بأزيائهم التقليدية وسط حالة تعكس مدى الابتهاج والفرحة لهذا الحدث الرياضي اللي راح يبقى عالق في أذهان الضيوف ومحطة للعراقيين في استضافة بطولات رياضية مستقبلا. مدينة السندباد عالم متكامل من الجمال ذات تاريخ ضارب وطابع سياحي وشعب ودود جدا. مشاهدي الأحبة هذين ملفين راح نتابعهم في حصاد هذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. الحضور الرسمي اليوم اللي أقامت هيئة الحشد الشعبي بحضور الرئاسات الثلاث أثريت الخطابات بتنديدات لأمريكا ومن عارضها باغتيال قادة النصر. هذا الحدث المهم والذي انتهكت فيه سيادة البلد والقوانين الدولية السارية على أساس عقد الاتفاقيات القائمة على احترام البلدان الآمنة، لكن أمريكا نكثت هذه الوعود واليوم هي مطالبة من قبل هذه الجهات الرسمية. هذه الجهات طالبت بالقصاص من أمريكا لدماء الشهداء. نتابع هذا التقرير مشاهدي الأحبة ومن ثم نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. ينطفئ لهب جمرة فاجعة المطار لدى من يحرص على سيادة البلد واستقرار أمنه، فعطاء القائدين الشهيدين كتبه التاريخ بأحرف من نور عرجت بهما إلى الخلود في نفوس المحبين بل وغير المحبين أيضا لما بذلوا من دماء لحفظ سيادة البلد. وتكريما لهذه الدماء، هيئة الحشد الشعبي تستذكر الشهيدين باحتفال رسمي حضرته الرئاسات الثلاث ورئيس القضاء الأعلى. كانت المطالبات الرسمية تتمخض حول القصاص وملاحقة مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم. الحمد لله، العراق اليوم ببركة دماء الشهداء وببطولات قواتنا المسلحة من الجيش العراقي الباسل الذي نفتخر به اليوم بأنه عاد إلى سابق عهده من ناحية القوة والرصانة والاستعداد للدفاع عن البلد مع قواتنا الأخرى في وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والقوى الأمنية، نعم، وظهيرهم وسندهم وهو الحشد الشعبي الذي إن شاء الله يجعل العراق عصياً على الأعداء. أما السيادة العراقية فقد عزمت حكومة الخدمات على وضع أسس متينة وحقيقة تتناسب مع هيبة البلد وكرامة شعبه. فكما وصف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال كلمته في المحفل الرسمي لاستذكار القادة أن استهداف الشهيدين يخترق قوانين احترام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، وهذا يترتب عليه إدانات تعيد هيبة البلد من التجاوز على شخوصه القيادية أو أرضه. إن دماء الشهداء الزكية يجب أن لا تذهب سدى، ولهذا الهدف تعمل حكومتنا الجديدة على بناء الأساس المتين للسيادة العراقية. عراق مستقل في سياساته يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة مع المجتمع الإقليمي والدولي ويحافظ على سيادة أراضيه
ومياهه ويمنع الاعتداء على البلد وأهله وضيوفه. وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح عزمه بجدية على محاسبة مرتكبي الجريمة التي وصفها بجريمة الغدر من قبل حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وعلى أساس ذلك تم إصدار مذكرة قبض بحقه وكذلك إكمال التحقيقات بشأن من ساهم وساعد بإدلاء المعلومات لأمريكا ساعة اغتيال الشهيدين. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحباب، بهذا الملف رحب بضيفي الكريمين الدكتور سامي السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، حياك الله دكتور ضيفا كريما. شكرا استاذ احمد، حياكم الله. وكذلك ارحب بدكتور محمد الصحاف عضو المتحدث باسم حراك الشعب القانون، حياك الله دكتور محمد. حياكم الله حضرتك. استاذ اهلا وسهلا بكم. دكتور اسامه، ابدا مع حضرتك اليوم في المحفل الرسمي بحضور الرئاسات الثلاث لمناسبه الذكرى الثالثه لاستشهاد قاده الانتصارات، أوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة الحالية عاكفة على وضع أسس صحيحة لارتكازات السيادة الوطنية، هل أن هذا منطلقا للمطالبة بدماء الشهداء؟ نعم، شكرا جزيلا تحية حضرتك أستاذ أحمد وإلى الأخ والصديق العزيز أستاذ محمد الصحاف وإلى كل مشاهدي قناة الأيام. بالتأكيد اليوم أكو يعني خلل، أو خلينا نسميه خلل سابق وقد يكون لا يزال مستمر، هو يتعلق بحرية العمل والحركة لمن يتواجد على الأراضي العراقية. ما حصل في ليلة 3/1/2020 هو نتاج بصراحة خلينا نسميه الإهمال السياسي. وأنا من عام 2017 كنت أتحدث بعد إعلان الانتصار على داعش، قلت لابد أن يتم تحديد عدد القوات الأجنبية المتواجدة وتحديد وتقييد حرية الحركة والعمل، وأن لا يكون تحركها إلا وفق موافقات وإشعار للجانب الرسمي العراقي. لكن كل هذا الموضوع ما كان حاصل، ومضت حكومة في حين السيد حيدر العبادي وجاءت حكومة عادل عبد المهدي واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن حصلت الكارثة والجريمة المعروفة بجريمة المطار. ومن ثم بدأنا نحاول أن نتدارك الموقف على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الحكومة في حينها، وهو ما يتعلق بالقرار الخاص بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من الأراضي العراقية، خاصة أنه إحنا الآن عمليا العراق ما بحاجة إلى قوات عسكرية أيا كان شكل القوات. قد يكون نعم يحتاج إلى قوات للتدريب، قوات أكو بعض الشركات تبيع لك أسلحة ترسل معاها فرق للتدريب وفرق للصيانة، هذا ممكن، وهؤلاء يكونون خاضعين إلى القانون الوطني العراقي ولا يحق لهم التحرك أو الخروج إلا وفق إجراءات عراقية وطنية. أما أن تترك الأمور كما كانت في السابق وبالتالي فعل ما فعل في حينها الرئيس ترامب بقرار الخارج المألوف، لأنه في كل العالم هناك إجراءات وهناك اتفاقيات معروفة، خاصة وهذا أتحدث أنا في أوقات الحروب، عندما يكون هناك الحرب مستعرة هناك قواعد اتفاقيات جنيف المعنية بالقانون الدولي الإنساني. فكيف إذا بنا إحنا مو في ظرف عسكري وإنما في ظرف مدني، يعني الحالة حالة مدنية والشهداء لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا يقودوا معارك أصلا. يعني لو كانت الجريمة حصلت أثناء عمليات التحرير وكان ممكن أن يكونوا في غطاء ما بين مزدوجين، وهو خطأ كما اعتدنا من قبل الجانب الأمريكي أن يكون هناك أخطاء عسكرية متعمدة وهي ليست أخطاء، يعني كان ممكن بصراحة يعني يكون مخرج وإن كان هو مخرج غير مقبول. لكن أن تكون الحالة هي حالة مدنية صرفة بحتة، وأن يكون الموقع موقع مدني والمطار مطار مدني وفي باحات أو في شارع قريب من المطار، فهذا انتهاك صارخ وتحدي صريح. وبالمناسبة يعني هو الرئيس الأمريكي يعني في الداخل الأمريكي عليه دعاوى قضائية الآن اليوم أو بالأمس صدرت عليه مذكرة قضائية يعني جراء إجراءاته وقراراته الغير منطقية وغير محسوبة. لذلك يعني لا أحد يعتقد أنه إحنا دنغالي أو لكون أنه المصاب مصابنا أنه إحنا نحاول أنه نسوي قضيتنا، لا، هو في الداخل الأمريكي هو تصدر عليه مذكرات وإجراءات قضائية، فكيف ما بالجانب الدولي والجانب العالمي. وأنا أعتقد لا توجد هناك قرار أقسى من القرار المتعلق باستهداف يعني قادة النصر ومن معهم. طيب
دكتور محمد الصحاف، وجدت الحابي بحضرتك نتحدث عن ما طالب به رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن طرح سؤال وطرح الإجابة عليه أيضا، ولما رئيس أعلى سلطة قضائية في العراق يتحدث بهذا الأمر، ماذا نستشف من ذلك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم أستاذ أحمد ولضيفك العزيز والأخ الكبير جناب الدكتور أسامة السعيدي ولمشاهدي قناتكم الكريمة. اليوم بصراحة من خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الشهداء القادة، قادة الانتصار الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، من خلال كلمة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى سلط الضوء رئيس المجلس المحترم وأشار إلى أشارات في غاية الأهمية من خلال حديثه، أشار إلى الفعل الجرمي وأشار إلى أن حادثة الشهداء القادة شكلت انعطافة في تاريخ العراق الحديث، كون الشهداء القادة كانت لهم أدوار محورية ومفصلية في عمليات التحرير وانتقال العراق و النهوض بواقع العراق من حالة الانتكاسة والتقهقر الأمني والانكسار الأمني إلى حالة نصر وعزة وكبر على المستوى الجانب الاجتماعي. بالنتيجة عمليات التحرير انعكست بشكل مباشر، لا يخفى على حضراتكم بأن أيام الاحتلال الداعشي للأراضي العراقية و أيام الوجود الداعشي شكل هذا الموضوع عائقا وتحدي كبير للمجتمع العراقي بصورة عامة، وتعلمون ماهية الأفكار الجديدة التي يراد يعني تغيير عقلية الفرد العراقي والانتقال بعقلية الفرد العراقي من 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 الاعتدال والوسطية إلى حالة التطرف الحاد، وهذا بالنتيجة ينعكس على وضع العراق، وهذا كله يرسم سياسة للعراق. اليوم من خلال حديث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أشار إلى موضوعا مفصليا وهو في غاية الأهمية، وهو ضرورة متابعة ملف استشهاد القادة الشهداء وضرورة العمل وضرورة عدم إنهاء التحقيق بهذه الحادثة. نحن اليوم نعيش الذكرى السنوية الثالثة، بصراحة من 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 رأيي يعني البسيط، إضافة ذلك هو رأي الحراك الشعبي القانوني، يمثل هذا التأخر في عملية الإدلاء وعملية البوح للرأي العام العراقي بنتائج التحقيق، كشف المتورطين، إدانة المتورطين بهذه العملية. تعلمون بأن الحاج أبو مهدي المهندس رجل شخصية رسمية عراقية، يتوجب على الحكومة العراقية أن تحمي هذه الشخصية من أي انتهاك ومن أي اعتداء. إضافة إلى ذلك الحاج قاسم سليماني هو ضيف عزيز على العراق، رافق هذا الشعب ورافق هذا البلد في أيام الشدة وأيام الرخاء، فيتوجب علينا كحد أقل ووفاء لهذه الدماء الكريمة أن نقف وأن لا نغلق الباب، باب التحقيق وكشف الجنات ومحاسبة الجنات والذهاب إلى أبعد حد بهذا الموضوع. وتعلمون تطرق جناب الدكتور الفاضل أستاذنا المحترم وتقدم بحديث، ولا يخفى أيضا على حضراتكم بأن الرئيس الأمريكي السابق اعترف صريحا وأمام وسائل الإعلام بهذا الجرم الذي ارتكبه بحق العراق وبحق رموز العراق. بالنتيجة السكوت والغفلة عن هذا الموضوع، تعطيل هذه المساعي القانونية، مساعي التجريم، مساعي التحقيق، برأيي هو يشكل انعطافة. واليوم الرأي العام يتابع بشدة يعني انتباه بالغ للمواقف الرسمية، خصوصا في هذه الأيام لازلنا نعيش أيام استشهاد القادة الشهداء، فمن الضروري ومن الواجب على الجهات الرسمية العراقية محاسبة المقصرين والذهاب بأبعد مدى لمحاسبة المقصرين، كون هذا الجرم بصراحة يعني يقوض المساعي التي يراد منها دعم السيادة العراقية واحترام السيادة العراقية. اليوم جرم استهداف القادة الشهداء يشكل خطرا حقيقيا على سيادة العراق، من الممكن أن تحدث مثل هكذا أفعال مشينة للإرهاب الأمريكي مستقبلا على قيادات أخرى وعلى ضيوف على الأراضي العراقية أخرى بالمستقبل. لا, لا, لا يمكن لنا أن نتكهن ونقول لا يمكن حدوث ذلك بالمستقبل، بل يجب الوقوف عند هذا الحدث
الإرهابي وهذا الجرم الأمريكي الواضح. كل الدلائل الجرمية واضحة لنا وواضحة للعيان وواضحة للقاسم والداني. هذه الدلائل الجرمية دكتور محمد، نعم، يعني ارتكبت بأمر مباشر من ترامب. دكتور أسامة، هنا نتحدث إذا تسمح لي عن هذه الشخصنة بالموضوع، يعني هو ليس وزارة دفاع أمريكية، هي أوامر شخصية من ترامب رئيس الولايات المتحدة، واليوم ترامب خارج سدة الحكم. هذا الموضوع ما يعطي للعراق دور أكبر ومحوري في المطالبة بدم الشهداء، سيما وأنه ارتبط برئيس الولايات المتحدة وليس بالمنظومة الأمريكية، وإن كانت المنظومة الأمريكية كلها متورطة قبالة اتفاقية الإطار الاستراتيجي. هو حقيقة يعني هو ليس دفاعا عن المؤسسات الأمريكية، لكن أكو حتى في الصراع حتى في الحروب أكو قواعد، يعني عملية استهداف القيادات السياسية القيادات الأمنية ما يكون في أوقات الحروب بطريقة الاغتيال. وأنا أرجع وأكد أنه إحنا ما كنا في حالة معركة أو مواجهة، هذا وإن حتى وإن البعض يقول أنه أكو هناك صراع أو خلاف ما بين أمريكا وما بين إيران، أو صراع وخلاف ما بين العراق وإيران أمريكا عفوا، لكن إحنا مو في حالة حرب. وبالتالي اليوم حتى اليوم بتشوف مثلا أكو حرب ما بين روسيا وأوكرانيا، لكن ما يستخدمون أسلوب الاغتيال السياسي. الحروب في ساحات الحروب، أما المناطق عفوا المدنية المأهولة ما يكون عملية استهدافها سهل أو مباح من قبل القوات العسكرية. ذلك القرار هو كان قرار في يعني حالة غدر حقيقية، أنه بما أنه هذه الشخصيتين اللي ما قدر هم يعني يستوعبوهم أو يقللون من قيمتهم أو يقللون من إنجازاتهم، بل أنه ما بعد عام 2017 أنه النصر احتسب للعراقيين والجهات اللي ساندت العراقيين مثل الحاج قاسم الله يرحمه ومن قاتل في إلى جانب الجيش العراقي والحشد وكل صنوف الجيش، وما كان الأمريكان يعتقدون أنهم صاحب الحق وهم صاحبين الفضل. فلذلك كان لابد أن يتم يعني أن يقوم هذا الشخص المخبول حقيقة بكل تصرفاته وبكل إجراءاته بهذا القرار اللي هو حتى يعني الرأي العام الأمريكي وبعض المؤسسات استهجنت هذا القرار. وإحنا نتذكر أنه من كان رئيس أنه كم وزير دفاع استقال، كم وزير خارجية استقال، يعني الحكومة ما كانت أو إدارته ما كانت إدارة مستقرة، لأنه كان يتصرف من تلقاء نفسه دون مراعاة للإجراءات والأعراف العامة. اليوم أنا ما أعرف، هسه أنا ما أرد أنتقد، يعني قد يكون أنا ما عندي الاطلاع، أخي أستاذ محمد يسعفنا بعض التفاصيل إذا كانت عند الجهات الرسمية باعتبار هو الآن يمثل حراك مهم، أنه أنا أشوف أكو يعني أكو تقاعس أو أكو تأخر في أنه نحرك الإجراءات، بما أنه إحنا قضائياً القضاء الوطني أصدر مذكرة قانونية قضائية بحق دونالد ترامب، لكن إحنا المفروض المذكرة تتفعل على المستوى الدولي، يعني تتحرك على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة اختصاص من ضمن اختصاصات هذا الموضوع، فنبدأ نتحرك على هذا الإجراء أو على هذا لا ننسى أنه أيضاً الجانب الإيراني معني، الإيرانيين دي يستكملون إجراءاتهم، عندهم ملف أعتقد يعني واصلين بمراحل جيدة، لكن إحنا ما أعرف هل عندنا ملفنا رح يكون مع الجانب الإيراني، هل عندنا ملف مستقل، مذكرتنا القضائية الوطنية تفعلت على المستوى الدولي، صار أكو بها إشعار المجلس الأمن، صار أكو بها إشعار إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكو نعم دكتور أسامة، يعني هذه التساؤلات اللي ثيرها حضرتك كنت نحولها إلى الأستاذ محمد الصحاف. دكتور محمد، يعني هنالك لجنة قانونية مشتركة بين العراق وإيران شكلت لمتابعة ملف استهداف السيادة العراقية وقتل عسكري عراقي وضيف دبلوماسي، وأنها وصلت لمراحلها الأخيرة حسب الرصد الإعلامي، كيف تنظر إلى هذه الإجراءات؟ بكل وضوح أستاذ أحمد بأن إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي كانت الأسرع من الإجراءات العراقية بصراحة. الإجراءات عفوا العراقية امتازت بالتباطؤ، تعلمون يعني الأزمات الداخلية العراقية التي عانى منها العراق، هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على عملية فتح باب التحقيق والمضي قدما بهذا المشروع والوصول إلى نقطة نهاية، يعني من أجل إيضاحها إلى الرأي العام العراقي.
الجمهورية الإسلامية تقدمت يعني في أكثر من محفل وفي أكثر من مناسبة لعملية يعني لعملية تبيين الجرم الأمريكي. إضافة إلى ذلك نعلم صريحا اليوم يعني المتحدثين الحكوميين بدءا من وزير الخارجية ومسؤول القوى القضائية الإيرانية ومسؤولين آخرين، الإمام الخامنئي حفظه الله، يؤكدون ويشددون في كل مناسبة وفي كل فرصة إلى ضرورة متابعة هذا الموضوع وضرورة المضي قدما فيه وضرورة تحقيق هذا الموضوع. بالنتيجة نحن اليوم لا نحتاج إلى موضوعة كشف جرم، هي ليست حادثة غامضة وليست يعني حادثة مجهولة، تحتاج إلى إجراءات تبين مفاصلها وتبين يعني تشكيلاتها وتبين أركانها. هذا الجرم هو واضح وباعتراف واضح من قبل الجاني على قادة الانتصار وعلى سيادة العراق. نحتاج فقط إلى أن تكون لنا حرية في عملية اتخاذ القرار العراقي، ونحن كلنا أمل وثقة بمجلس القضاء الأعلى وبالسيد رئيس الحكومة العراقية وبالمسؤولين العراقيين، ولكن علينا اليوم الشعب العراقي يبعث بتساؤلات كثيرة إلى صناع القرار من خلال التعطل في عملية حسم هذا الموضوع وتركه كملف عالق كسائر الملفات العراقية العالقة، حسم هذا الموضوع وضرورة التنسيق بشكل مباشر مع اللجنة القانونية المختصة حول يعني هذا الموضوع من قبل جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية كما قلت لك بأنها هي كانت الأكثر سرعة في عملية التقدم باتجاه هذه القضايا اليوم. ولكن ملف العراق دكتور محمد يعني يبدو أنه شائك ومعقد أكثر من ملف الجمهورية الإسلامية. دكتور أسامة، هذا التعقيد في هذا الملف، يعني العراق هو الذي وقعت على أرضه هذه الجريمة، جريمة الاغتيال، الضيف يعني من إيران أتى إلى العراق بشكل رسمي، المستقبل ايضا شخصيه عراقيه، هذا الحدث تحديدا عندما ينتهك السياده في الاراضي العراقيه، ونعود على ذي بدء رئيس الوزراء لما ينص بانه قواعد السياده توضحها هذه الحكومه وتحاول تدعم ركائزها في سبيل ننهض بموضوع السياده، اذا بدانا بقضيه الاستشهاد قد لا ننتهي بالتدخلات الأمريكية في العراق بل حتى التركية وغيرها. يعني تعرف حضرتك أن الأمريكان يعني يعتقدون بأنهم أصحاب الامتياز في العراق، هم اللي أسسوا النظام السياسي الحالي، لذلك نحتاج إرادة حقيقية واتفاق، أو خلينا نسميه مو اتفاق وإنما إجماع سياسي للقوى السياسية بمسمياتها الكردية السنية الشيعية، انه ضروره اخراج كل القوات الاجنبيه. يعني احنا الى الان اكو ضبابيه انه هل انه كل القوات هي غادرت العراق، اقصد القوات الاجنبيه، امريكيه كانت، حلف ناتو، ايا كان العنوان او اللي الصفه اللي تحملها الجهات الموجوده، واذا كانت هناك من يتواجد على اراضينا او في معسكراتنا، هل هؤلاء لديهم حريه الحركه والتصرف بحيث تسمح لهم بأن يقومون بأعمال مماثلة كما حصلت في 3/1/2020، أم أنه حركتهم مقيدة وفق الإرادة العراقية ووفق الإرادة العسكرية الأمنية العراقية؟ هاي حقيقة أسئلة تحتاج إجابة من القائد العام أو من يمثل القائد العام للعمليات المشتركة، حتى احنا حتى رأي العام العراقي على الأقل يكون على بينه. القضية الثانية اللي هو الشق القانوني. الشق القانوني أنا أعتقد اليوم يعني المفروض كان يساعد رئيس مجلس القضاء باعتباره هو الجهة الممثله بهذا الموضوع، انه هل تم اشعار عن طريق وزاره الخارجيه، عن طريق الجهات الدبلوماسيه العراقيه، هل تم اشعار الامم المتحده بما صدر بحق دونالد ترامب من اجراءات قضائيه وقانونيه عراقيه؟ هل تم اشعار المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه وعلى الاقل تحريك مقدمه لدعاوى ممكن ان تكون بهذا الخصوص؟ لانه الدعاوى اللي ممكن تتحرك هي مو فقط دعوه واحده وانما عده دعاوى كما تفضلت، تتعلق بانتهاك السياده، تتعلق بالاباده الجماعيه، تتعلق باستهداف المدنيين، تتعلق يعني مجموعه لائحه تكون تتضمن كل التفاصيل وكل الشهداء الذين ذهبوا الى جانب الشهيدين في هذه الجريمه،
حتى تكون على بينه، العالم يكون على بينه، ولا يكون يعني احنا مشكلتنا شنو؟ قد يعني ما اعرف هل اكو مشكله سياسيه بدها تعيق القضاء انه يتحرك، او انه احنا نخشى من امريكا من نتحرك عليها راح تغضب علينا. يعني انا الاوان بصراحه ان نتحرر او ان نكسر هذا القيد اللي مقيدنا مقيدتنا به امريكا. يعني العراق من تاسس بال21 حصل على استقلاله بال32 من دخل عصبه الامم، وخرجنا تقريبا بدنا نخرج شيئا فشيئا عن المظله البريطانيه. نعم. هسه واحد يقول لي مو بالضروره بكل التفاصيل، لكن عموما حصلنا على الاقل استقلالنا الواقع. احنا شو نحصل على استقلالنا، او خلينا نسميه نخرج من الوصايا الامريكيه اليوم؟ يعني وان كان مو موضوعنا الدولار دا يصعد بسبب انه الامريكان مدى يعطونا يحولون العمله واحنا دا نبيع نفط. طيب بعد احنا يعني مو خرجنا من الفصل السابع، شنو احنا تحت الوصايه؟ يعني اكو امور بيها لغط، بها تداخلات. يعني حتى رأي العام العراقي احنا المتابعين ما نلقى تفسير. عجيب. نحتاج تفسير من الكتل السياسيه، من اصحاب القرار اليوم، شنو اللي يصير بينا؟ طيب. احنا احتياطينا دا يوصل مثلا 100 مليار دولار. طيب. وبالنتيجه الدولار دا يصعد، والله شنو تهريب عمله؟ نعم. هاي القضيه، قضيه ما يتعلق بالقاده الشهداء، انه ليش صار لنا سنتين احنا ما محركين ساكن؟ يعني ماكو خطوه حقيقيه الى الامام، يعني خطوه اقصد خارج الحدود. نعم. خارج الوطن باتجاه المحافل الدوليه. طيب. واضح اكو، انا افسرها، واذا احد يعني حق الرد مكفول، اذا انا مخطئ خلي يردون يعني بطريقه عامه بطريقه خاصه الي. نعم. انه انا اعتقد اكو خشيه امريكيه واكو عدم اتفاق. يعني قبل ثلاث ايام يمكن طلع احدى القيادات السياسيه للحزب الوطني الكردستاني قال. نعم. موضوع جلاء القوات الامريكيه هاي قضيه سياسيه، والاخوه بالاطار يردون يصعدون، طلع على احدى القنوات الفضائيه. طيب. وهذا تصعيد ما مبرر، هم ما يعرفون، هم يعني بهالنص قال هم ما يفتهمون شنو الاتفاقيه الاطاريه، والقوات الاجنبيه لازم تبقى بالعراق. طيب انت يعني شنو هاي؟ اراده شعب، دماء الناس، هاي شنو ما لها قيمه؟ لذلك قلت لك لازم يصير خارج تصويت البرلمان وخارج. نعم. واكو اراده تشريعيه. يعني ما اعتقد. نعم. يعني هذا عدم الاتفاق، وحتى خاصه ما يتعلق بالجانب دكتور، هذا حق الرد مكفول يجب ان يكفل لمن يدعي هذه التفاصيل وليس لرد حضرتك. يعني لا، قصدي يعني اذا انا دا اتهم او انا دا اقول شيء مو صحيح او دا اتبلى، يعني خلي يوضحون يقولوا لا احنا يعني بالنسبه للمجلس القضاء او بالنسبه للقيادات السياسيه الكرديه. نعم. خاصة. طيب. ما يتعلق بمجلس القضاء، انه وين وصلنا؟ وين وصلنا بالموضوع؟ ايش قد والا ليش دا يصير هذا الحراك الان الشعبي؟ طيب. ليش اكو حراك شعبي؟ معناته اكو تعطيل، استثمرت، اكو تعطل في تفعيل. نعم. استثمرت هذه المحافل في احياء ذكرى الثالثه للمطالبه بهذا الموضوع عبر القاده وزعماء الكتل السياسيه، واليوم من رئيس اعلى سلطه قضائيه. دكتور محمد، باختصار اذا تسمح. نعم. لما يتحدث دكتور سامي السعيدي عن اللائحه القضائيه، عده لوائح لعده. نعم. مواد قانونيه، ايضا تحدث عن الجهات التي تقدم هذه الدعاوى. نعم. انتم كحراك شعبي قانوني. نعم. قدمتم لائحه بصفتكم المعنويه. نعم. بدايه استاذنا، احنا كحراك شعبي قانوني بدانا يعني استقبال الذكرى السنويه الثالثه لفاجعه استشهاد القاده الشهداء من خلال تقديم جماهيري لدعوه قضائيه بحق المتهمين والمجرمين. المجرمين الذين اعترفوا بشكل علني وصريح أنهم أقدموا على هذا الجرم، إضافة إلى ذلك من يعني يشتبه في تورطهم، أو هذا الاشتباه يعني يصل إلى درجات قطعية مؤكدة يعني أنهم متورطين، بعيدا عن ذكر الأسماء، ولكن بل لا بأس أن نذكر الأسماء، بدءا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وانتهاءا برئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي وضياء الموسوي. أيضا كون رئيس الوزراء الأسبق هو كان يعني رئيس جهاز المخابرات العراقي، وهي كذلك معنية. أقدمنا على هذا الموضوع بشكل مبكر لعملية الانتقال لتأبين الشهداء. احنا اليوم كل الجهود الجماهيرية والجهود التي تقام من أجل تأبين وإظهار آثار الشهداء وإعادة
احيائها في ذاكرة الافراد. هذا امر جدا مهم، ولكن احنا اليوم تفضل دكتور اسامة الى نحتاج الى مواقف حقيقية وردود فعل حقيقية، لا نحتاج الى مجرد شعارات وتأبين فقط يعني ينحصر هذا الموضوع. احنا اليوم انطلقنا من كحراك شعبي قانوني، انطلقنا من اجل تقديم دعوة قضائية ضد المتهمين والمتورطين بهذه الحادثة. اضافة الى ذلك ساند هذا الجهود بصورة معنوية وبمباركة من قبل عائلة الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس عذراً، أيضاً أفراد من عائلته وأقصد الشقيق الحاج الشهيد المهندس رافقنا بهذه الدعوة وقام بعمل توكيل قانوني لنا للمثول أمام المحاكم العراقية المختصة الداخلية. هذا يعني هذا الفعل أعطى دافع وحافز معنوي اليوم للجماهير، والدافع الإعلامي أيضاً عبر برنامج حصاد الأيام مستعدين بأن نتواصل لتغطية ما تؤول إليه هذه الأمور. شكرا أولاً جزيلاً. بأول أشكرك شكرا جزيلاً الدكتور محمد الصحاف، آسف لمقاطعتك، المتحدث باسم الحراك الشعبي القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف. تتفضل المقام معي الدكتور أسامة السعيدي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. وجدت ترحابي بضيف الكريم الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، حياكم الله دكتور. شكرا. وينضم معنا في الاستوديو أيضا الأستاذ حيدر عبيد مدرب نادي الكرخ، حياك الله كابتن حيدر. أهلا وسهلا بك وبجميع ضيوفك وبمشاهديك حبيبي الغالي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أسامة. نتحدث عن خليجي 25، هذا الحدث المهم اللي غيب لسنوات عديدة يوعد العراق ومن ثم لا تلبى دعوته، و يعني بعد أكثر من 12 سنة راح تقام بعد أقل من 24 ساعة بطولة خليجي 25 في يعني قلب العراق النابض ورئة العراق هي محافظة البصرة. بالتالي هذا الحدث من وجهة نظر سياسية اقتصادية دولية كيف تقرأه حضرتك؟ نعم، أولا تحية للكابتن حيدر. أكيد تدري حضرتك أنه من يعني نظام صدام احتل الكويت انفرضت علينا عقوبات، وهاي العقوبات طبعا شملت يعني كافة الجوانب، كافة المرافق، مو فقط الجوانب السياسية والاقتصادية وإنما حتى الجوانب الرياضية. وإحنا يمكن قبلها حتى قبل هذا الموضوع كان عندنا موضوع أنه ملاعبنا بسبب كانت أيضا قرار صدام بالحرب ضد إيران كانت يعني محظور علينا اللعب، وبالتالي كانت ملاعبنا بعيدة أو تقريبا لسنوات طوال اكثر من 35، يمكن كابتن حيدر يسعفني اكثر افضل مني، يمكن اكثر من 35 الى 40 سنه احنا ما شهدنا ملاعب دوليه في على اراضينا او مباريات دوليه او بطولات دوليه. هذا الجانب اللي خلينا نقول ما قبل 2003. ما بعد عام 2003 تقريبا استمرت نفس المشكله، انه احنا بلد لا يزال يعني دوله قيد البناء، لا تزال منشآتنا ما متكاملة، لا يزال حالة من عدم الاستقرار، كانت التنظيمات الإرهابية يعني في عمليات أمنية وإرهابية كثيرة، قاعدة وغير القاعدة، وما بعدها أيضا تنظيم داعش. لذلك يعني بالمعنى الدارج نقول إنه إحنا ما تنفسنا يعني كدولة وكشعب، ما تنفسنا حياتنا الطبيعية من عام 1980 إلى تقريبا عام 2017. فضلا عن ذلك تدري التفاصيل الشعبيه ونقول نكون صريحين، الموضوع الطائفي والتكفير اللي بصراحه اخذ الشيء الكثير من العلاقات ما بين شعوب المنطقه يعني بمعزل عن الجانب السياسي. لذلك انا يعني برؤيتي البسيطه من الناحيه السياسيه وليست الرياضيه لان انا مو متخصص بالرياضه، انه هاي نافذه يعني فرصه مناسبه اولا لتسويق بلدنا، لتسويق وضعنا اللي وصلنا له، لان احنا دائما ما نتصدر نشرات الاخبار للاسف
بقضايا سلبية، بقضايا يعني قد تكون أمنية بسبب الظرف اللي كنا نعيشه. يعني آن الأوان أن نتصدر الأخبار بأمور إيجابية، أن نتصدر الأخبار والصحف العالمية بأمور تنعش الذاكرة بما هو جيد عن العراق وعن الشعب العراقي، فضلاً عن قضية مهمة هو التواصل الشعبي الجماهيري. أنت اليوم من بلدك مفتوح ودي يجوك يعني من مختلف الدول ودي يطبون للعراقي، وإن كانت يعني أكو إحنا قد يكون في زيارات الدينية دي يجونا من الدول العربية، لكن مو مثل ما الزيارة تكون بهذا يعني المستوى. الناحية الرياضية راح تكسر الكثير من الحواجز، راح تخلق نوع من التواصل المستمر، راح تخلي الجانب الشعبي يغلب الجانب السياسي. طيب كابتن حيدر، جد الترحاب بحضرتك. يشيد بدور الرياضة كثيرا الدكتور السعيدي بالإضافة إلى الفسحة الأمنية والفسحة السياسية اللي يشهدها العراق، ولكن خلينا نسألك عن عروس الخليج، ستشهد عرس الخليج، كيف تنظر إلى هذا الحدث الرياضي اللي انتظر العراقيون كثيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تعرف أنا أضيح على كلام الدكتور، لما بلد يكون يعني عدم استقرار سياسي لمدة أكثر من 30 إلى 40 سنة أكيد ما تقام بطولات مثل هذا الحجم، لأن مثل ما نعرف الآن البطولة الأخيرة اللي تنظمت اللي هي كأس العالم جاءت من بلد أنه صار له تقريبا أكثر من 20-30 سنة هو مستقر من الجانب السياسي، بالإضافة لأنه يمتلك ثروات كبيرة، ولذلك يعني عمل مونديال ممكن بعد 30 سنة 40 سنة ممكن ما راح نشوف مثل هذا المونديال. بالنسبة لنا بالوضع العراقي، أنا ممكن تحدثت قبل بأكثر من لقاء قلت أنه بطولة كأس الخليج ما تقام، يعني لأن صعوبة بسبب يعني ممكن الأمور السياسية والعلاقات الدولية اللي مرتبطة العراق بالدول الإقليمية وخصوصا دول الخليج. لكن الفترة الأخيرة وكأنه يعني الحكومة العراقية أرسلت رسائل نقدر نقول عليها غير مباشرة أنه طمن الجانب الخليجي أنه يجب أن تقام بطولة مثل كذا بطولة بالعراق، والحمد لله وشكر مثل ما تعرف الاستعدادات حقيقة مبهرة، يعني ابتداء من محافظ البصرة إلى وزير الشباب إلى الكابتن عدنان درجال، يعني جهود مضاعفة ومشكورة. نتمنى أنه البطولة تكون على مستوى عالي من الجانب التنظيمي، لأن مثل ما نعرف ممكن الجانب الفني ممكن يكون أقل، لكن إحنا أهم شيء يخصنا بالنسبة للوضع العراقي هو يجب أن نكون من ناحية التنظيم أنه نظهر بالشكل اللائق، هذا واحد. شيء ثاني ممكن أنه البطولة من الجانب الفني ممكن بالأيام المقبلة ممكن بعد مباراة أو مباراتين ممكن المستوى الفني راح يكون أفضل، وهذا ما حقيقة نتمناه، لأن مثل ما تعرف الآن البطولات الدولية اللي تقام هي أولا يحتاج لها إلى دعم دولي، يحتاج لها إلى إمكانيات مادية. مثل ما نعرف أنه الدوحة صرفت أكثر من 220 مليار دولار على بطولة ممكن البعض يفكر أنه هي بطولة مجرد كرة قدم، لكن لا، الآن قطر حققت نجاح باهر، هذا واحد. شيء ثاني ممكن أنه بعد 20 أو 30 سنة ممكن الدوحة راح تكون هي صاحبة القرار السياسي بالمنطقة بسبب ما تمتلكه من علاقات دولية ممتازة مع الدول المجاورة. طيب بباص لطيف رياضي جدا يحول الكرة لحضرتك الكابتن حيدر دكتور بأن هذا الحدث الكروي سينعكس انعكاسا سياسيا على قطر. طيب البصرة ليست يعني مثل قطر بحاجة إلى هذا الانعكاس السياسي، ونتحدث هنا عن كرة القدم التي تعد هي من القوى الناعمة التي تستخدمها السياسات الدولية. طبعا الأساس أنا أرجع وأكد يعني أساس التقارب هو التقارب الشعبي. يعني فترة الصراع يعني القاري إحنا بالسياسة الصراع اللي كان ما بين الصين والخلاف ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كانت مباراة لكرة المضرب الطاولة، هي اللي كانت البداية لعودة العلاقات يعني تقريبا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عودة العلاقات الصينية الأمريكية كانت مباراة منضدة، كرة منضدة يعني هي اللي عادت العلاقات. لذلك احنا يعني بلد بصراحة يعني سئمنا الحروب، سئمنا الصراعات، نريد نعيش حالة مستقرة، نعيش وضعنا اللي يفترض أن نعيشه مثل ما عاشوا أي دولة من الدول. أقحمنا في حروب، أقحمنا في مشاكل إحنا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، دخلنا في مشاكل مع حتى دول الخليج دكتور، يعني هذا الحقيقة لا تنكر، واليوم البطولة بطولة خليج. أي هو أكو حساسية طبعا حتى يعني بالثمانينات إحنا كانت أكو حساسية مع الكابتن حيدر أكيد يعرفها أكثر مني وعايشها يعني بتماس، انه عندنا حساسيه كانت بالمباريات اللي تصير مع دول الخليج، يعني تحديدا مع المنتخبات الاماراتيه قد تكون القطريه، من نفوز من كذا يعني يتحسسون غيره.
يعني هذا ايضا قد يكون الخلاف السياسي هو الكبير. لا ننسى موضوع احتلال نظام صدام للكويت وايضا خلق حاله من الحاجز والفجوه. انا اعتقد اليوم راح تتكسر هاي الامور، راح يختلطون يعني بصرف النظر عن المنتخبات والنتائج اللي راح تصير، نتائج المباريات، لكن يعني امتزاج الشعوب وامتزاج الثقافه، خاصه انه احنا شعب مضياف. يعني لاحظنا الصور اللي قاعد تنقل بمواقع التواصل وشون الترحيب بالناس والترحيب بالوافدين والبيوت مفتوحه، يعني فضلا عن قد يكون الحاله التجاريه اللي هي الفنادق وغيرها، لكن المستوى الشعبي انا اعتقد اكبر. لا ننسى انه سابقا يعني في فترات قد تكون قديمه جدا، ستينات سبعينات، يعني كنا احنا بصراحه عندنا حاله تقدم اكثر من دول الخليج. كانوا الخليجيين من يردون يسوون، يعني حسب ما يروى انه ونقرا انه من يردون يسوون سياحه يجون للبصره، يجون لبغداد، يعني يغيرون جو مثل ما نقول بالمعنى الدارج، يروحون الى بلد متقدم. يعني نتمنى انه ترجع هاي الامور. احنا عندنا مرافق سياحيه، عندنا لكن نفتقر الى التسويق، نفتقر الى المنشات في بعض المناطق. نتمنى هاي البطوله تكون بدايه ايضا مهمه لموضوع رفع الحظر الكامل. يعني هذا موضوع رفع الحظر انا اعتقد يعني قد يكون بتفاصيل فنيه، هسه انا مو خبير رياضي ولا خبير بالمنشات الرياضيه، لكن انا بوجهه نظري القرار السياسي هو اللي دا يتحكم في موضوع عدم رفع الحظر عن ملاعبنا، خاصه انه احنا يعني تدري منتخباتنا من تلعب امام جماهيرها تجيب يعني نتائج افضل مما تلعب خارج ارضها، لذلك قد يكون لا يفضل انه المنتخب الوطني العراقي او الانديه في البطولات الانديه انه تلعب على ارضها حتى لا تاخذ نقاط وتحرز مراتب متقدمه. وحتى اعتقد تصنيفها بالفيفا ايضا اتمنى الكابتن حيدر يسعفني يتغير اذا قام مباريات على بلدنا وعلى ملاعبنا وفي اراضينا. طيب كابتن حيدر، يعني لما نتحدث عن الروح الرياضيه اللي بدت سمه ظاهره بالشعب العراقي واستقباله للوفود والضيوف وهذه هذه المشاعر الطيبه، راح تنعكس على الرياضيين نفسهم هذه الروح، مبدا الربح والخساره، بل حتى الذي يخسر يعتبر نفسه هو ربحان وهذا مكسب بالمشاركه ببطوله خليج 25؟ لا، شوف احنا دارين يعني نسترجع الحدث الاقرب اللي هو كاس العالم. نعم. يعني قطر من الدور الاول هي كانت خارج البطوله، خلينا نكون واقعين، لكن بقت على نفس التنظيم، على نفس الجماهير اللي كانت متواجده بالملاعب حقيقه. نعم. حتى الجمهور القطري مع العلم انه ممكن البعض انه قال لك لما المنتخب القطري يعني صار خارج الحسابات، ممكن البعض فكر انه بعد دعم راح يقل ممكن للبطوله، ممكن انه جمهور قطر ما يتواجد بالملاعب، لكن اللي شفناه حقيقه هم نجحوا البطوله من كل الجوانب، وهذا ما نتمناه حقيقه. ممكن لا سامح الله كل شيء متوقع، هاي كره قدم، ممكن نفوز، ممكن نتعادل، ممكن ما نعبر للدور الثاني. فنتمنى انه من الجانب الاداري، من جانب التنظيم، يجب ان يكون على اتم وجه. هذا واحد. الشيء الثاني، انت مثل ما تعرف يعني الشعب العراقي هو يحتاج لهذه الامور، خلينا نكون واقعيين، هو من ناحيه الكرم، من ناحيه الضيافه مشهود لهذا في دول الخليج، لكن احنا كنا نتمنى انه يجب ان يكون التنظيم في افضل صوره، يجب انه يكون التلاحم بين ابناء الشعب العراقي بافضل صوره، وهو هذا ما نتمناه حقيقه. الان البصره عباره عن مثل ما نقول هو كرنفال في كل المناطق، ممكن حتى الفقير اللي ما يمتلك ممكن فد شيء بسيط تشوفه قاعد يرحب بالضيوف الموجودين الخليجيين، بالاضافه الى ذلك اكو دعم من دول الخليج للبطوله، خلينا نكون واقعيين، يعني ممكن الدكتور يعني افضل من عنده بهاي الموضوع، يعني لو كان القرار قرار سياسي وعدم موافقه ممكن اصحاب القرار في هذه الدول ممكن ما راح يجوا ولا منتخب، خلينا نكون واقعيين. حتى برنامج المجلس اللي موجود الان بالدوحه صعب يروح الى بلد اخر، خلينا نكون واقعيين، الا بموافقه ممكن رئيس الدوله، ولذلك الان نشوف امكانيات كبيره، نقل الديكور بالضبط، صراحه مدرسه اعلاميه يعني بالضبط، ولذلك تشوف نقله وكل معداتهم. يعني اكو دعم ممكن نقدر نقول غير مرئي، لكن اني ممكن انا طالب علوم سياسيه والدكتور سياسي، هاي الرسائل اللي ترسلها دول الخليج الان واضحه ظاهره في سبيل دعم الشعب العراقي، في سبيل مستقبل انه يجب ان تكون العلاقات علاقات افضل مع دول الخليج. ممكن بالمستقبل، هذا حسب يعني رايي الشخصي، ممكن انه نقدر ننظم بطوله عالميه احنا والسعوديه، باعتبار انه نمتلك مجموعه من الملاعب اللي تعتبر يعني حقيقه تحفه بالنسبه للدول العربيه، بالاضافه الى ذلك السعوديه ايضا بالوقت الاخير القصير قاعد تبني علاقات مع الشعب العراقي، مع الحكومه العراقيه، وهذا نتمنى حقيقه يتطور في سبيل انه نرتقي بالمجتمع العراقي لافضل صوره ان شاء الله باذن الله. رساله بروح رياضيه من الكابتن حيدر عبيد الى الجمهور الرياضي والجمهور البصري
حتى بغض النظر عن نتائج المباريات سيبقى الجمهور مشجع لهذه البطولة الخليجية؟ كيف توجه رسالة للجمهور من خلال حصاد الأيام أستاذ حيدر؟ والله أولا يعني ما يحتاج أنه شخص يقدم لكم نصيحة. أهل البصرة معروفين بالكرم وبالضيافة وبالتنظيم الرائع إن شاء الله. أو حتى لو تحدث ممكن أي بطولة تحدث بها بعض السلبيات في هذا الجانب أو في ذلك الجانب يجب أنه نتغاضى عنها. بالإضافة إلى ذلك رسالة للإعلام العراقي يجب أن نظهر ما هو إيجابي فقط في هذه البطولة صح. في سبيل أنه نقدر نوصل البطولة لبر الأمان حتى نقدر نحصل على بطولات بالمستقبل القريب إن شاء الله تكون انفتاح جديد إن شاء الله. ونتمنى من الحكومة العراقية على هذا الوضع اللي الآن مؤسس إليه اللي هي بطولة كأس الخليج يجب أن تبني على هذا وشوية حاول أنه نرتقي في الموضوع الجانب العمراني بالإضافة للجانب الاقتصادي مو فقط على مستوى البصرة. نتمنى أنه هذا يتعمم في جميع المحافظات إن شاء الله. وأجمل ما نختم به من رصدنا الإعلامي تغريدة يعني سيدة اسمها آمال رائد تقول من منا لا يتمنى أن يزور العراق من بوابة البصرة الفيحاء ويتذوق تمره ويعانق أهله ونخلاته وأنهاره. ما أجمل العراق وما أقبح من يخوفون الناس من زيارة العراق. حقيقة هذه العبارة تستوقفنا كثيرا وراح نظل نغطي كل هذه الأحداث التي تتم عبر خليجي 25. نتمنى الموفقية لكل الجهود التي سعت ولكل الفرق التي ستشارك وتفتتح البطولة غدا إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الكابتن حيدر عبيد مدرب نادي الكرخ الرياضي أفريق الحوار حبيبي. والدكتور أسامة السعيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في الملفين رافقتنا شكرا. وهذه الإثراءات المعرفية شكرا جزيلا لحضرتك. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.